شغف وطموح. هلا انا بدرس كيمياء تطبيقيه. الكيمياء التطبيقيه كثير مهمه بحياتنا العمليه وقليل من الطلاب اللي يدخلوا الصراحه، وبعد التخرج يعني ما في عدد كبير كثير من الكادر مثلا التدريسي ولا التعليمي ولا هيك. نحن هلا مثلا عم نشتغل على الصناعات اكثر شيء، الصناعات كثير مهمه، مثلا صناعه منظفات، صناعه كريمات وصناعه منظفات، ومثلا عم نلجا للتحليل الدوائي. عندنا هون بمناطقنا المحرره فرع كثير انه قليل، عدد الطلاب قليل، الخريجين قلال، فبنصح انه بالمستقبل يكون عدد الطلاب اكبر ليكون عندنا كوادر تدريسيه كفئ يعني بالاخير ليشتغلوا بهالمناطق. الله، انا طالب كيمياء تطبيقيه كليه العلوم جامعه حلب سنه ثالثه. هلا بدايه مصطلح الكيمياء يعني الحياه، يعني اذا ما في كيمياء ما في حياه، وسبب اختياري لهذا الفرع يعود لسببين رئيسيين. السبب الاول هو الشغف والطموح بالمرحله ما قبل الجامعيه، يعني حطيت هذا الفرع ضمن اولوياتي. والسبب الثاني بيواجه الفرع قله بعدد المتقدمين، يعني طلاب قليلين وخريجين قليلين، مع انه مناطق الحياه مطلب بشكل كبير لهي الافرع، خصوصا فرع الكيمياء وخصوصا المناطق المحرره. فبالحاله ضربت عصفورين بحجر، منه دخلت الفرع اللي ودرست الفرع اللي بفهم له، وراح اكون ضمن القليلين من حمل شهاده الكيمياء، وبالتالي فرص عمل كبيره بالقادم. انا اخترت فرع الرياضيات بسبب حبي لهذا الفرع من الابتدائي، وبالاعدادي تعلقت فيه اكثر، فهذا الشيء شجعني لانه اختص فيه بالجامعه وكفي دراستي، وان شاء الله متابعين الماجستير. اول شيء انا طالب قسم كيمياء، فسبب اختياري للفرع كان هو شغف كونه حاوي على العديد من التجارب والاختبارات العلمية. ثاني سبب كان ضعف الموارد في هذا المجال، يعني في مناطقنا المحررة، وكونه بيدخل في الصناعات الدوائية والغذائية والتجميلية وكل الصناعات.